الحج والعمرة والسياحة كمان، ايه اللي يخلينا نثق فيها وايه اللي يخلينا نرتاب فيها؟ احنا في عندنا مجموعه طبعا، في جزء فني وفي جزء يعني عام. خلينا نركز في الجزء العام اللي هو اي مستخدم يقدر ان هو يعرف ان التطبيق او الموقع حتى الالكتروني اللي هو بيشتغل عليه او بيشتري منه ده يعني مشروع او هيبقى فيه، ممكن يبقى فيه مشاكل او في احتماليه للمشاكل فيه ولا لا. رقم واحد المصدر، مين المصدر بتاع المطور التطبيق؟ حضرتك لما بتدخلي على متجر التطبيقات سواء احنا بنتكلم على اندرويد او اي او اس الايفون، فاحنا بنتكلم بتدخلي بتشوفي التطبيق وبتشوفي الناس بتعمل ريفيوز او بتعمل تقييمات بتتكلم عليه، تمام؟ وفي عدد مرات لتنزيل التطبيقات ديت، صح؟ كل ما بيزيد عدد تنزيل التطبيق كل ما ده بيدل على ان في عدد مصداقيته كبير، شويه المصداقيه بتاعته بتزيد. الحاجه الثانيه التقييمات، التقييمات بتاعت المستخدمين. الحاجه الثالثه المطور التطبيق نفسه، هل هو سايب معلومات للتواصل معاه بشكل سهل لو حصل مشكله ولا لا؟ طب الناس بترد على الدعم الفني بعد قد ايه؟ واخد بال حضرتك؟ كل ديت ظواهر او بتديني مؤشرات انه سكام ولا لا؟ انه بالظبط، تمام؟ كل ما المؤشرات دي كلها تبقى ايجابيه، كل ما ده بيدل على ان التطبيق او الموقع الالكتروني او الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها فعلا ليها مشروعيه او مش هيبقى فيها مشكلات. لكن برضو انا دي كلها ايه، ده الاطار العام. تمام، احنا برضو احنا طيب نزلنا التطبيق، تمام، بيجي التطبيق يطلب طلبات واحنا بننزله غريبه. يعني ممكن تلاقي تطبيق مثلا تحليل الميكروفون، لعبه وبيطلب الميكروفون بالظبط، او بيفتح الكاميرا ودخلني على الكونتاكتس ليه؟ اشوف يعني انت عايز ايه مثلا بالزبط. بيبقى بس بالزبط. في حاجه دكتور برضو احنا برضو غلطانين فيها، لان بينزل لنا الشروط اللي بنوافق عليها اجري ولا مش اجري، واحنا بنروح عاملين اجري عشان من غيرها مش هينزل التطبيق. احنا يعني الغريبه ان احنا في الواقع سلم نفسنا، في الواقع العادي في الواقع التقليدي بيبقى عندنا حرص كبير جدا، في الواقع الافتراضي الحرص ده اتشال، صح؟ يعني بقى عندنا يعني مع التحرك مع السرعه، يعني خلي بال حضرتك برضو، يعني خلينا نتكلم على ان انا بيجي لي مثلا ايه 10 مكالمات او 15 مكالمه، ولو واحد بقى مشغول بقى زي حضرتك او الناس الفريق العمل اللي شغالين معاكم بيجي لهم مئات المكالمات، مظبوط؟ اثناء المكالمات دي كلها هو بيجي له رساله ومفروض ياخد فيها قرارات دلوقتي، ايوه، فيروح اوكي اوكي عايز هو يعني ما فيش، الموضوع ما بياخدش وقت بالظبط، عمياني كده ما من غير تفكير، وبالتالي هو ما عندوش وقت كمان ان هو يقعد يدور على الكلام اللي انا بقوله ده. لا، وعارف كمان يا دكتور في ايه؟ ان لما تدي حاجه صبغه دينيه، لا 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 يا عم ده تطبيق ديني، هم دول ناس بتوع ربنا سبحانه وتعالى، وقال الله وقال الرسول، فالتطبيق ده هيبقى يعني ايه موثوق فيه، لو التطبيقات العاديه واثقين فيها ده هيبقى اكتر 10 مرات. واهم حاجه ان احنا بما شايفين مين المطور بتاع التطبيق ده، واحنا ازاي هنعرف نوصل له، خلي بالك حضرتك حقنا ازاي بالظبط، نجيب حقنا ازاي؟ يعني انا لو التطبيق هنا ده في مصر وبزنس في مصر، فانا ممكن ارجع عليه مثلا اشتكي لحمايه المستهلك مثلا، صح؟ اشتكي للسلطات في مصر. انما لو التطبيق من الخارج والدفع عن طريق الانترنت ومش مضمون مدى مصداقيه ان انا هاخد الخدمه اللي انا عايزها ولا لا، فهتبقى في مشكله طبعا.